هنا هاخد الكلام ده قبل ما اروح لصديقي العزيز محمد عبد العزيز عشان اعرف الانعكاسات بتاعه ده على ملف يكاد يكون واحد من اهم واقوى الملفات، مش بس اللي موجوده في مصر لكن على مستوى العالم، الملف الحقوقي. بس الربط اللي عمله سياده العميد ما بين الامن وما بين الاقتصاد، يا اخي نسال خبير الاقتصاد، هذا الربط الى اي مدى هو مهم وهو ربط لصيق امن اقتصاد يؤدي الى تنميه؟ طبعا في ارتباط يعني مباشر، وارتباط حتى مش محتاجين احنا نشرحه كتير، هو مفهوم حتى مش بس للمتخصصين، مفهوم للمواطن العادي، انه هو فعلا يعني هل ممكن انت تحافظ على وظيفتك بدون امن؟ هل ممكن تحافظ على شغلك بدون استقرار، بدون ان الدوله يكون فيها اقسام شرطه شغاله، يكون فيها مؤسسات امنيه شغاله، يكون فيها سياده قانون، يكون فيها؟ مستحيل. لكن لو حضرتك بتسالني عن الرؤيه الاقتصاديه بحته تماما، ما فيهاش اي مشاعر لأي ثورة 25 يناير ولأي تحرك جماهيري عموما، فالاقتصاد ومن ناحية اقتصادية بحتة ما فيهاش أي مشاعر ولا عاطفة، ومن زاوية قصيرة الأجل فهي بتشوف أن أي تحرك جماهيري في الشارع في أي حتة في العالم في أي زمن هو شيء سيء، شيء سلبي. أي تحرك، أي حاجة، حالة فوضى وعدم استقرار ونزول للشارع بأي شكل في أي دولة، هو لو هنبص من ناحية اقتصادية ما فيهاش عواطف ونظرة قصيرة الأجل فقط، هنقول ان ده تحرك سيء ايا كان هو احنا مع مين. رغم ان انا شخصيا يعني شاركت في الثوره، وانا شخصيا حتى هذه اللحظه شايف ان هي شيء ايجابي وعظيم جدا، لكن لو وصلنا في سنه 2011 يعني 25 يناير كنت هقول لك لا ده سيئه جدا من المنظور الاقتصادي لكتاب الاقتصاد. لكن النهارده بعد 10 سنين على مرور هذه الاحداث وعلى مرور الثوره، احنا نقدر نقول ان الثوره النهارده على بقى زاويه طويله الاجل بقى بنبص عليها، هنلاقي ان هي عامله وبشبهها بتشبيه بسيط شويه زي كده، حضرتك عارف القوس لما انت عايز تضرب السهم فتشد القوس لورا شويه، بتخلق تنشن طبعا. لا لا اقصد اقول انت بترجع لورا شويه، بتاخد مسافه للخلف شويه عشان تقدر تجري مسافات طويله. صح. تضرب السهم لمسافات طويله. آه. احنا اللي حصل عندنا هو ده بالظبط اللي حصل، ان احنا رجعنا للخلف مسافه كبيره جدا في 2011 لحد 2016. من 2016 احنا خدنا سرعات مهوله، انطلقنا بقى السهم. عجبني المثل بصراحه، هو بالظبط حرفيا كده. بس هو الريسك هنا بقى، هو كل دوله تقدر تعمل تاخد المجازفه دي ان هي ترجع ان هي تقع تماما ويحصل هذا. مش بقول تحريك المياه الراكده، لا ده احنا عملنا زلزال في المياه الراكده من 2011 لحد 2014. هل كان حد يضمن انه احنا كان هيجي لنا قائد زي الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كان وقتها كان مدير المخابرات الحربيه، ثم حصل تصعيد وبعد كده تولى القياده العامه، ثم بعد ذلك رئاسة الجمهورية؟ حد كان يتخيل ده يحصل؟ ما كان ريسك كان عالي جدا. حد كان يتخيل ان احنا نقدر ننجح في 30 يونيو او 3 يوليو؟ حدش كان عارف. وست النائب قاعد ويعني يعي ذلك اكثر مني ويقدر يقول لنا ويشرح لنا، حد كان ضامن؟ كان في ريسك عالي جدا. طب حد كان عارف هو ايه الموقف الدولي؟ كان اصلا 3 يوليو دي هتنجح؟ طب بعد كده 14 اغسطس كان ايه رد الفعل اللي هيحصل علينا؟ هل كان ممكن يحصل تدخل دولي، تدخل عسكري، حصار علينا؟ وحصل بشكل جزئي يعني حصار علينا، فكان في ريسك عالي جدا. لكن اقتصاديا النهارده بعد 10 سنين ونظره طويله الاجل، لا احنا عاملين زي القوس بالظبط، احنا خدنا مسافه كبيره للخلف، وقعنا كتير، خسرنا كتير جدا، لكن ارتدينا والقوس انطلق وحققنا سرعات وجرينا بسرعات اقتصاديه مهوله، اكبر بكتير من اي حد كان يتخيل في 2011 ان احنا قادرين على ان احنا نعمل ده.